ليكيب سلام الله عليكم فارس وطسكان تجور يحييكم دائما وابدا مرحبا بكم واي معلومه تجو نحب نشاركها معكم والدلع على الخير كفاعله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بون جانا صاحبنا هذا من عنابه قال لك صاحب السياره ريت تشعلي لو فويون تاع لاكلي وتكتب لي انجكسيون اكونترولي. قال لك صاحب السياره انا خويا درت فيك ثقه يعني نشكره على الثقه اللي دارها فينا وبارك الله فيه على حسن نيته باذن الله تعالى ماناش راحين نخيبوا ظنوا فينا باذن الله. قال لك تشعل لي لاكلي انجكسيون اكونترولي انا سخصيته يعني صاحب السياره قلت له عندك موك دو تيراج قال لي طوموبيلي تيري لاباس عليها. بعد ما عملنا دياغنوستيك ليكيب وشني يخرج لنا يخرج لنا بريسيون سير اليموتاسيون وسيل ماكسيموم يعني عندنا بروبليم في بريسيون سير اليمونطاسيون يعني بريسيون تيربو. عملنا دياغنوستيك ليكيب باذن الله تعالى بعد ما فيريفيناها بيان خونا يعني من عنابه فاسيري 2019 تاعو كليوكات. بعد ما تبعنا صاحب السياره يعني ما يعرفش قال لك نورمال تمشي لي عادي عندي تيراج نورمال عادي جدا مي فريمون ليكيب كي درنا لي ميزير دو بارامتر تاعنا لقينا البريسيون دوكا بريسيون سير اليمونطاسيون طايحه بارابور لا فالور دو لا ريفيرونس يعني هنا عندنا لا بريسيون تاع التيربو طايحه بارابور واش دوموندينا لو كالكيلاتور موتور يعني باذن الله تعالى ليكيب واش لقينا لقينا بروبليم تاعو في الالكتروفون بريسيون سير اليمونطاسيون جبنا له وحده يعني بوريجين ركبناها له باذن الله تعالى خرجنا جربناها يعني ما شاء الله صاحب السياره عجبتك الريزيطه يا خويا والله انا رحت قالوا لي طفي اللومبا بس كان ما دخلش الراس فوالا يسمى صاحب السياره يعني طري انتيليجون يعني عجبني في حاجه كيما هذه هو ما عرفش لا روبريز ولا تيراج تاع الطوموبيل بصح قال لك شعلت لي انجيكسيون كونترولي قالوا لي غير طفيها برك بصح قال لك لا خويا انا نحب نعرف البروبليم وين راهو باه نطفيها يا خويا وماسي فارس بارك الله وفيك انا متابع الصفحه من النبا الله يبارك فيك الله يعني ودرك يعني واش حسيت فيك الفعل الفعل يعني الفعل يولي يتكلم انا كي خرجت بالسياره والله صدقوني يا خاوتي غير سياره خلاف ماشي السياره اللي جيت بها يعني بارك الله فيك وفيك بارك ربي يعطيك مد من ان شاء الله مع العلم ان السياره راهي لاسونديس وقال لك تيراج تاعها يبان لي عادي يعني نمشي 160 170 بصح هو قال لك مانيش مجور هذاك اللي نشتي نمشي ونفورسي بعد ما رقلنا له باذن الله يعني بريمير دوزيام قال لك السياره تبدلت لا لا ما شاء الله خويا عجبته الريزيطه يعني لا درك في الموتوروت في الواحد في الطلعه في الهبطه الله يبارك ديكرا دي كاتريام تاع دي ماريا تلقى لا ريبريز ما شاء الله يعطيك الصحه يا فارس ربي يصلح لك ان شاء الله موفرق وطريق السلامه ويعني والتوفيق من عند ربي سبحانه يعني الفان طروا مين يجيوني الحمد لله يا ربي يعني ما كانش بربي ان شاء الله ما مش ما كانش فان طروا جا عندي باذن الله وما داش السياره تاعو لاباس عليها الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ان شاء الله تكونوا لي كيف استفدتوا معنا في هذا الفيديو صاحب السياره ان شاء الله ربي يبارك له في سيارته وطريق السلامه ان شاء الله.